وشوشة. الفترة اللي أنا كنت عايشة فيها في الإمارات فقدت بعض من يعني الحاجات الحلوة دي، اللي هي البرامج القديمة بتاعت يعني اللي هي برامج المصريين القديمة، عارفة اللي هي تقعدي تتكلمي بقى في حاجات وليهم ستايل معين وكده. أنا دي فقدتها للأسف، يعني ما كانتش موجودة، علشان هناك كانت يعني البرامج مختلفة والستايل بتاعها مختلف، فأنا للأسف ما خدتش الفرصة ان انا اتفرج على الحاجات دي قوي، غير طبعا دلوقتي يوتيوب بقى ببتدي اتعلم واشوف وكده. بس انا بالنسبة لي دلوقتي إسعاد يونس is the idol، يعني هي اكتر انسان عفوية في الدنيا، اكتر انسان عندها كاريزما في الدنيا، مع انها ممثلة. يعني ده اللي هنرجع تاني نتكلم في اللي احنا كنا نتكلم فيه، ان هي ممثلة بس انتي مش حاسة ان هي بتمثل عليكي بأي شكل من اشكال، لا انتي حاسة ان هي كاريزماتها طبعا خلاص. انا حاسة ان انا كأني بتكلم مع مامتي، كأني بتكلم مع اختي الكبيرة، فهي بالنسبة لي يعني مثل اعلى. انا بحب المجال ده، يعني انا بحب الفاشن، بحب اصحابي كتير قوي فاشن ديزاينرز، بحب البس لهم قوي، يعني اذا كان في حاجه حتى لو حاجه شخصيه يعني حاجه مناسبه عندي انا او كده بحب البس لهم. فاللي هو بالنسبه لي لا، بتبقى تجربه لطيفه، بقعد بقى اتفرج على الكواليس واشوف بقى ايه اللي بيحصل وايه الدنيا وكده. لا انا بحب الفاشن. بهيج بالنسبه لي يعني ايه، هقول لك مودرن قوي وفي نفس الوقت مصري، فكره ان هو برده اسكندراني ومصري وكده، دي يعني مخلياني مش حاسه ان انا بلبس ترندز غريبه قوي عن مجتمعنا او حاجه بعيده، او انه في دلوقتي برضو للاسف في فاشن ديزاينرز صغننين، هم يعني برضو في منهم يعني اصدقائي، في ما بيننا بتجمعنا صداقه، يعني ايه الى حد ما بيشوفوا الغرب اكتر بيعملوا ايه، ونعمل حاجات صيحات ونلبس حاجات غريبه في عجيبه في الوان في لا انا كلاسيكيه جدا يعني، فبحس انه بيجي اقرب حد للستايل بتاعي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.